يا اللي فحانينك يا سي ولا حداوك صافي يا سي فقنا على هذه الجريمه هذه ديال البشعه ديال تقريبا من 7 الصباح وحنا كنسمعوا في الامبيلانسات كدوز وحده مور وحده وحده مور وحده ملي سمعنا هذا الخبر هذا هو راه تفاجئنا الناس ديال مدينه سله كلهم مخلوعين وخايفين من هذا الشيء هذا ماشي غير حي بيعات أو لا حي الرحمة أو لا في شي بلاصة راه المدينة سلا كاملة تقريبا اللي سمعت هذا الخبر هذا كلهم مخلوعين وكنتمناو من الأمن يشوفوا يديروا تحريات على هذا الشيء ويعرفوا الجريمة مناش راه هما 7 6 ماتوا في البلاصة أو لا 5 وحدة هزات الأمبيلونس مات في السبيطار و لا إله إلا الله محمد رسول الله بغينا الأمن يتحرك بغينا مدينة سلا تكون مدينة مزيانة بغينا مدينة سلا نسمعوا عليها غير المزيانة ما بغيناش نسمعوا هذا الإجرام هذا وعلاش نبقاو مخلوعين واش مدينة سلا مفرقة هي على المدن المغربية بالعكس فيها مدينة سلا أحسن مدينة ما بغيناش هاد الجرائم هادو هما يكونوا هنايا 7 ديال القتلى شفنا العافية هي كيقولوا بأنه دخل عليهم وضربهم وقتلهم وشفنا العافية تما ما عرفنا واش محروقين حنا الآن باقيين ما عرفناش حتى الأمن باقي ما عارفش الآن شنو واقع ونتمنوا من الله ما يبقاش هاد الشيء متنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.